عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة هنشرح درس نظرية التكاليف مادة محاسبة التكاليف، الحلقة الثامنة والأخيرة. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية التكاليف. نظرية التكاليف يا جماعة ده سهل وبسيط، بس محتاج شوية تركيز، يعني لازم تركز شوية. تمام. في مادة محاسبة التكاليف، تكاليف الحلقة الأخيرة وآخر درس يا جماعة. نظرية التكاليف يا جماعة عندنا نحن نوعين من نظرية التكاليف. يبقى أول حاجة أنواع نظرية التكاليف. عندنا النوعين يا جماعة في نظرية التكاليف، عندنا النظرية الإجمالية أو الكلية، تمام، وعندنا النظرية الحدية اللي هي برضو نفس الاسم المتغيرة، تمام. يعني يا جماعة لو جابلي في السؤال أنا عايز النظرية الكلية، هو قصده عايز النظرية الإجمالية، هي. لو قال لي عايز النظرية المتغيرة، يبقى عايز النظرية الحدية، تمام. دول نوعين من أنواع نظرية التكاليف يا جماعة، ودول هناخدوهم الترم ده. هشرح لكم النهاردة نظرية التكاليف الإجمالية، وهقول لكم الفكرة الفرق بين النظرية الإجمالية والنظرية الحدية. يبقى أول حاجة نبدأ فيها النظرية الإجمالية. أولا النظرية الإجمالية، النظرية الإجمالية يا جماعة سهلة وبسيطة جدا، بتجمع بين المتغير، التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. أما النظرية الحدية اللي هي المتغيرة، بتجمع بين التكاليف المتغيرة بس، تمام. يبقى النظرية الإجمالية بتجمع بين الحاجتين، التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. أما النظرية الحدية اللي هي المتغيرة، بتجمع بين التكاليف المتغيرة بس، أما التكاليف الثابتة بتتسجل في قائمة نتائج الأعمال. نحن نبدأ في نظرية النظرية الإجمالية يا جماعة. المطلوب عند الحل، إيه المطلوب مننا عند الحل يا جماعة؟ مطلوب مننا قائمتين، قائمة التكاليف وقائمة نتائج الأعمال أو قائمة الدخل يا جماعة، قائمة نتائج الأعمال أو قائمة الدخل. المطلوب مننا عند الحل نعمل قائمة للتكاليف ونعمل قائمة لنتائج الأعمال. القائمة سهلة جدا يا جماعة، بتتكون من بيان وجزئي وكلي بس، أو قائمة نتائج الأعمال برضو زيها بالظبط، بيان وجزئي وكلي. عايزين نعرف مكونات الجدول أو مكونات جدول قائمة التكاليف، إيه المكونات بينهم؟ مكونات قائمة التكاليف بتتكون من ايه ويا جماعة؟ بتتكون من تكاليف مباشرة، اول حاجة بتسجل التكاليف المباشرة. التكاليف المباشرة عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن مواد مباشرة واجور مباشرة وخدمات مباشرة، وهم دول المواد المباشرة هيدالك في السؤال، والاجور المباشرة هيدالك في السؤال، وخدمات مباشرة هيدالك في السؤال. يعني انت مش هتجيب اي حاجة من عندك، سهلين خالص، اي حاجة مباشرة هتبقى تبع التكاليف المباشرة. تاني حاجة تكاليف
إنتاجية غير مباشرة. بعد ما تجيب التكاليف المباشرة وتكتب المواد المباشرة والأجور المباشرة والخدمات المباشرة، هتبدأ إنك إنت تجيب التكاليف الإنتاجية الغير مباشرة. برضو هديها لك في السؤال. التكاليف الإنتاجية الغير مباشرة يا جماعة بتبقى عبارة عن تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، تمام. تالت حاجة، مخزون إنتاج غير تام أول المدة. مخزون إنتاج غير تام أول المدة يا جماعة لو مدهولك في السؤال، فأنت هتجمع على إجمالي التكاليف تحت التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة، تجمعهم هتجمع معهم اللي هو المخزون الإنتاج الغير التام الأول مدة، تمام. وبعد المخزون إنتاج غير تام أول مدة، هتطرح منه مخزون إنتاج غير تام آخر المدة. يعني أول مدة هتجمع وآخر المدة هتطرح، تمام. يبقى هنقول مخزون إنتاج غير تام أول المدة. أول مدة يا جماعة بيتجمع، آخر المدة بيطرح، تمام. بس في الأغلبية هو مش بيجيبهولك، يعني أنا عامل لك الاحتياطات إن هو لو جابهولك، لو جاب لك المخزون الإنتاج الغير التام أول المدة فأنت هتجمعه، ولو جاب لك مخزون آخر المدة غير تام آخر المدة فأنت هتطرحه، تمام. يعني هتخصم. بعد كده رابع حاجة، زي ما جبنا مخزون إنتاج غير تام يا جماعة، هنجيب المخزون التام الإنتاج التام، تمام. يبقى معانا مخزون إنتاج تام أول المدة. برضو اللي حصل في مخزون الإنتاج غير التام هيحصل في المخزون الإنتاج التام. أول المدة يا جماعة بتجمع وآخر المدة بيطرح، تمام. آخر المدة، الحاجات الثابتة يا جماعة اللي هي آخر المدة. آخر المدة ليها قانون هديهولك في المسألة إحنا وبنحل هتجيبه إزاي، يعني أنت مش هتحفظ قوانين بإذن الله يا جماعة. بإذن الله يا جماعة. آخر حاجة هو خمسة، التكاليف التسويقية. التسويقية يا جماعة أو التكاليف البيعية اللي أنت بعت به، تمام، أو المباعة. آخر حاجة يا جماعة التكاليف التسويقية المباعة أو البيعية، دي معانا في قائمة التكاليف. وسادس حاجة وهي آخر حاجة، تكلفة المبيعات. هتبدأ تجمع اللي هو الجزئي والكلي وتطرح، وفي الآخر الناتج اللي هيطلع هو تكلفة المبيعات. دول يا جماعة مكونات الجدول، مكونات قائمة التكاليف. هديلكم سؤال يا جماعة وهنحل مع بعضينا. الدرس سهل وبسيط بس محتاج منك تركيز. انت مش هتحفظ حاجة ولا هتجيب اي حاجة من عندك، كل اللي هتجيبه انك انت تركز في السؤال وتطلع الحل بتاعك. قائمة التكاليف زي ما قدامكم، ادي قائمة التكاليف متكونة من بيان، متكونة من بيان وجزئي وكلي. وبعد كده التكاليف المباشرة اللي هي المواد المباشرة، أجور مباشرة، خدمات مباشرة. وبعد كده التكاليف الإنتاجية غير مباشرة اللي هي متغيرة والثابتة. وبعد كده مخزون إنتاج تام آخر المدة. تمام، آخر المدة يا جماعة يبقى هنطرح، تمام. وده القانون اللي قلت لكم هقوله لكم في السؤال وهنحل بيه، ما هخليك مش هتحفظ أي حاجة خالص. التكاليف التسويقية أو المباعة أو البيعية هتبقى في منها متغيرة وفي منها ثابتة. آخر حاجة يا جماعة الناتج اللي هيطلع هو تكلفة المبيعات. معانا سؤال في امتحان 2000، سؤال في امتحان 2017-2018، هنحله مع بعضين يا جماعة وتعرفوا احنا هنحل ازاي. بقول لك كان متوسط تكلفة الوحدة من المنتج س عند مستوى انتاج وبيع 5000 وحدة كمالة.
بيقول لك 9 جنيه مواد مباشرة، 6 جنيه أجور مباشرة، 2 جنيه خدمات إنتاجية مباشرة، 4 جنيه تكاليف إنتاجية غير مباشرة ومتغيرة، 2 جنيه تكاليف إنتاجية غير مباشرة وثابتة، 6 جنيه تكاليف تسويقية متغيرة، 1 جنيه تكاليف تسويقية ثابتة، 48,000 جنيه تكاليف إدارية وتمويلية. فإذا علمت أن حجم الإنتاج المتوقع 8,000 وحدة ويبلغ حجم الوحدات المتبقية آخر المدة 10% منه، من المتوقع القيام بحملة إعلانية تقدر بمبلغ 3,600 جنيه، وسعر بيع الوحدة يقدر بمبلغ 50 جنيه. المطلوب إعداد قائمة التكاليف ونتائج الأعمال طبقا لنظرية التكاليف الكلية أو الإجمالية، نفس زي ما شرحت لكم دلوقتي يا جماعة. نحن من الصبح بنشرح في النظرية الإجمالية أو الكلية، فنحن نطبق عليها في المثال ده اللي هو كان في 2017-2018. معانا يا جماعة الجدول أهو، ومعانا السؤال. نفترض إنك أنت في امتحان وهتبدأ تحل، هتبدأ إنك أنت ترسم الجدول من غير أي بيانات يا جماعة. أنت هترسم الجدول بتاعك وهتكتب فيها بيان جزئي وكلي وبس على كده. فأنت هتعمل إيه بعد ما تكتب البيان والجزء والكل وقدامك السؤال؟ هتبدأ إنك أنت تكتب تكاليف مباشرة وتجيب التكاليف المباشرة من السؤال. التكاليف المباشرة بيقول لك مواد مباشرة 9 جنيه، 9 جنيه يا جماعة هتضربها في عدد الوحدات اللي هي اللي تحت، تمام؟ اللي هو الجديد أو المتغير يا جماعة. فأنا هقول 9 جنيه مواد مباشرة في 8,000 بتساوي 9 في 8,000، 9 في 8 تمانية في التسعة، ده يفرق على حسب ولا ايه يا جماعة؟ 8 في 10 ب80، 8 في 9 ب72، يبقى 72,000 جنيه. المواد المباشرة ب72,000 جنيه، الأجور المباشرة 6 جنيه، يبقى 6 في نفس المبلغ يا جماعة الناتج هيطلع تحت اللي هو المتغير كام؟ 8,000. 6 في 8,000 ب48. بعد كده خدمات مباشرة، السؤال اهو قدامي، انا مش هجيب اي حاجة خالص من عندي. بقول 2 جنيه خدمات انتاجية مباشرة، فانا هقول 2 جنيه في 8,000 بتساوي 2 في 8 ب16، 16,000. الاجمالي بتاعهم يا جماعة نبدأ نجمع الارقام دي، 48 و72، 120، 120 136، 136,000، تمام. بعد كده خلصنا المواد المباشرة وجبنا الإجمالي بتاعهم، هنروح للمواد الغير المباشرة. المواد الغير المباشرة يا جماعة بيقول لك 4 جنيه تكاليف إنتاجية غير مباشرة متغيرة. 4 جنيه في التكاليف المتغيرة، فهتبقى التكاليف المتغيرة اللي هي اللي تحت اللي هي 8,000، فأنا هقول 4 في 8، التكاليف المتغيرة 4 في 8,000، 4 في 8 ب36، يبقى 32,000، تمام. وبعد كده التكاليف الثابتة، 4 جنيه تكاليف غير مباشرة متغيرة، واتنين جنيه تكاليف إنتاجية غير مباشرة والثابتة. الثابتة يا جماعة اللي هو بيبقى في أول السؤال اللي هو اللي فوق اللي هي 5,000، تمام. يبقى التكاليف الثابتة يا جماعة اللي هي في أول السؤال، التكاليف المتغيرة اللي هي اللي تحت دي، وحطها قاعدة ثابتة يا جماعة. فأنا هو بيقول لي التكاليف الثابتة كام؟ 2 جنيه، 2 في 5,000 في 5,000 بيساوي كام؟ 10,000. الإجمالي بتاعهم كام يا جماعة؟ 10,032 هيبقوا 42، 42,000، 42,000 و136,000 فهيبقوا 178,000، 178,000، تمام. بعد كده جالنا هو ما قالناش مخزون تام، مخزون غير تام أول مدة ولا آخر المدة، وما قاليش عايز مخزون إنتاج تام أول المدة، فأنا هجيب من نفسي على طول مخزون الإنتاج التام اللي هي آخر المدة اللي هو إيه يا جماعة اللي بيطرح، تمام. فأنا هجيبه إزاي؟
هجيب اللي هو إجمالي التكاليف المباشرة وإجمالي التكاليف الغير مباشرة، هكتبه فوق 878، وبعد كده هضرب في المبيعات الوحدات المتبقية. بيقول لك تحت، فإذا علمت حجم الإنتاج المتوقع 8000 وحدة ويبلغ حجم المبيعات الوحدات المتبقية 10%، 10% من 8000 يا جماعة 800، تمام؟ فنهضرب المبلغ الكلي في 800، في 800 على اللي هي إجمالي عدد الوحدات اللي هما كام؟ 8000. يفهموها كده معايا يا جماعة؟ بيقول لك مخزون إنتاج تام آخر المدة بتساوي علامة القسمة 178000، جت منين؟ جت من إجمالي الكلي، تمام؟ إجمالي التكاليف المباشرة وإجمالي التكاليف الغير مباشرة جمعناهم لقيناهم 178. فنحن هنضرب 178 في عدد الوحدات المتبقية، عدد الوحدات المتبقية اللي هي ما اتباعتش يا جماعة، اللي هي 10%، 10% من 8800. فنحن ضربنا 178000 في 800 على إجمالي عدد الوحدات المجموع بتاعهم كله كده، تمام؟ تمام. بالآلة الحاسبة هيطلع لك رقم، هتبدأ إنك أنت تخصمه من 178000. بعد كده معانا التكاليف التسويقية أو التكاليف المباعة. التكاليف التسويقية هو مدهاني في السؤال برضو، بيقول لك 6 جنيه تكاليف تسويقية متغيرة، تمام؟ المباع يا جماعة يعني عدد الوحدات اللي بعناها، وفي المتغيرة، المتغيرة قلنا في 8000 والثابتة قلنا 5000، فهو بيقول لي 6 جنيه تكاليف تسويقية متغيرة. فأنا هقول اللي هو نحن كان معانا 8000 وحدة، في منهم 800 ما تباعوش، فنحن بعنا كام؟ بعنا 7200. فنحن هنقول المتغيرة 7200 في اللي هو قال لي كام متغيرة؟ 6 جنيه تكاليف مباشرة، فنقول 7200 في 6 جنيه. برضو بالآلة الحاسبة يا جماعة هتطلع، هيطلع الناتج بتاعك، يعني 14 و14، 28 و14، 42، 43 و200، تمام؟ فيطلع 43 و200 تقريبا كده يا جماعة. أنا مش معايا آلة حاسبة علشان أحسب لكم. اتنين اللي هي التكاليف التسويقية الثابتة. التكاليف التسويقية الثابتة يا جماعة اللي هو قلنا في أول السؤال اللي فوق كام؟ 5000. 5000 في كام؟ في 1، يبقى 5000 في 1 بتساوي 5000. الإجمالي بتاعهم 48200، 48200، تمام. بعد كده تكلفة المبيعات يا جماعة اللي هو الإجمالي الكلي، ف هوقف الفيديو يا جماعة، أشوف الإجمالي بتاع المخزون الإنتاجي التام آخر المدة أشوفهم كام في الآلة الحاسبة وأرجع لكم من تاني، ورجعت لكم من تاني حسبت لكم مخزون الإنتاجي التام آخر المدة 178000 في 800 على 8000، طلعت ب17800. وتأكدت من الحل التالي ده، 7200 في 6 لقيتهم 43200 زي ما هم. قلنا 178000 ناقص 17800 زائد 48200 هيطلع ب208400. يبقى تكلفة المبيعات يا جماعة 208400. بعد كده هنيجي على قائمة نتائج الأعمال. بيقول لك أول حاجة إيراد المبيعات، فنحن هنقرأ السؤال بتاعنا. فبيقول لي واحد، حجم الإنتاج المتوقع 8000 وحدة ويبلغ حجم الوحدات المتبقية آخر المدة 10% منها. من المتوقع القيام بحملة إعلانية تقدر بمبلغ 3600 جنيه، وسعر بيع الوحدة يقدر بمبلغ 50 جنيه. إيراد المبيعات يا جماعة بيساوي سعر بيع الوحدة في الإنتاج، تمام؟ سعر بيع الوحدة بكام يا جماعة؟ ب50، 50 في حجم الإنتاج اللي هو المتغير يا جماعة. الثابت ده ملناش دعوة بيه خالص، نحنا شغالين على المتغير اللي هما كام؟ 8000. 50 في 8000،
فنقول 5 × 8 × 40 و4 أصفار ب400 ألف. ب40 و4 أصفار ب400 ألف. تكلفة المبيعات يا جماعة جبناها نحنا بكام؟ ب208 ألف و400. 208 ألف و400 تمام. مجمل الربح كام يا جماعة؟ مجمل الربح هنقول 400 ألف ناقص 208، فيبقى 100. تمام، 200 هيفضل 200 هنقص 8 يبقى 191 و600. يبقى مجمل الربح يا جماعة يطلع كام؟ 191 و600. التكاليف الإدارية يا جماعة اللي هو مدهاني في السؤال فوق، تكاليف إدارية وتمويلية 48 ألف، فنطرح من مجمل الربح اللي هي التكاليف الإدارية كام؟ 48 ألف جنيه، وأطرح منها برضو الحملة الإعلانية. الحملة الإعلانية كام؟ 3600. 3600 هيطلع لنا يا جماعة صافي الربح. لو جينا نطرح 3600 زائد 48 ألف، وهنطرح 48 ألف من 191 و600، وهنطرح 3600 برضو من 191. فنقول 3600 زائد 48 ألف و600 هنلاقيهم 51 ألف و600. يبقى 191 و600 ناقص 51 و600 هيطلع صافي الربح بتاعنا يا جماعة 150 ألف. 150 ألف صافي الربح هيطلع في الآخر كام؟ 150 ألف. الدرس ده يا جماعة أنا واثق 100% في ناس هتقول عليه صعب وفي ناس هتقول عليه فكرة، فيعني يا ريت اللي بيحل يحل براحته، وانت صدقني هتخلص قبل وقتك بكتير. والله انت لو حليت براحتك وحليت صح هتخلص قبل وقتك بكتير. فانتوا يا جماعة ما تستعجلوش في الحل، وهات نقطة بنقطة ما تستعجلش خالص. يعني انا حليت مواد مباشرة اعمل عليها علامة صح، واروح اللي بعديها اجور مباشرة اعمل عليها علامة صح، وبعد كده خدمات انتاجية مباشرة برضو اعمل عليها علامة صح، واخلص نقطة بنقطة علشان ما تلخبطش ولا انسى اي حاجة خالص. اتمنى من الله عز وجل ان يوفقني ويوفقكم ان شاء الله. ودي كانت حلقة النهاردة واخر درس في مادة محاسبة التكاليف. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، يا ريت الكل يكون ذاكر والكل يكون خلص المادة معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.